محمود حسين عيسى أبو الصير. طيب البركي مواليد أي سنة عمي؟ أنا مواليد 1938. أنا من بلد الكباب. من الكباب؟ أي نعم. تمام. بعيد عن الرملة 4 كيلو. تمام. قرية الكباب لو بدك تتخيلها وتوصف لنا إياها، جاي على هضبة، جاي على جبل، على سفح، وصف لنا إياها. والله شو تقول لك؟ الكباب أول إشي هي الطول تبعها 1.5 كيلو، والعرض تبعها 1 كيلو، يعني من الشرق إلى الغرب 1 كيلو، ومن الشمال إلى الجنوب 1.5 كيلو، لأن آخر دار كانت من الشمال هي دار محمد من دار سمريهم، دار شكيب كمان دار، وآخر إشي من الجنوب كانت مدرسة الكباب. فكانت هذه من الطول اللي أنا بحكي لك إياه، من طولها هذا من عند الشمال لعند الغرب، من الشرق إلى 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 الغرب كان من عند المقبرة بتظلك ماشي لعند يردى، من يردى أبو تقريبا أبو 500 متر بكون السكان لتدى الكبال. والحمد لله يعني كانت الكبال نصها على سهل ونصها على جبل، اللي هي يعني كانت من عند من عند بابور إبراهيم حسن ويدور شمال، هذه كانت كلها سهل، ومن بابور إبراهيم حسن وفوق كانت كلها جبل على طرعة، وكان الناس ساكنين وكانوا برضه يدفنوا وين في جنب الجبل لغاد، ويقولوا لمنطقة أبو سكير. والحمد لله أودية كان فيها وديان؟ كان واد أبو سكير مشهور بالوديان، يعني تقريبا كان مثل أنا وجامع الحسين، شوف كده يعني كان خميف وكبير. مدارس كان في مدارس؟ آه طبعا، ومدرستنا يا زلمة كانت مشهورة، كان فيها للسابع، يعني كانت أكثر البلدان تيجي تقرأ في مدرستنا، مش يعني بس هذا، يعني الناس اللي البلاد اللي كانت ضعيفة شوية وما فيش عندها مدارس كانت تيجي تدرس في بلدنا، بلدنا يعني كانت فيها مدرسة قوية والحمد لله. وصف لنا المدرسة كيف كانت طبيعتها؟ والله المدرسة كانت زي مثل ما تكون سطر هيك وبتيجي هيك، شايف؟ وفي قدامها ملعب، تعالوا نتفرج، يعني ملعب كبير، وكان منها وتحت واد اللي هي الأطرون، وش اسمها اللي في جنب الأطرون هذه؟ أبو شوشة. ها؟ أبو شوشة؟ لا مش أبو شوشة، وين؟ لا مشرك. نعم. لا مغرب أبو شوشة. نعم. يعني وكان هذا الأطرون كان في جيش بريطاني. أنت درست في المدرسة؟ أنا درست في الكباب عند الصف الثاني. للصف الثاني؟ أي نعم. يعني قبل الهجرة للصف الثاني وبعدين هاجرت مثلا ولا تبقلت؟ وراحت علينا سنين وبعدين رجعنا الثاني برضه ودرسنا. نعم. طيب مين كان مدير المدرسة؟ والله بقولوا للأستاذ حسن، مش عارف من الرملة ولا من يعرف المدير هذا اللي بعرفه يعني، وقليل من الأساتذة يعني اللي بنعرفهم يعني. مين هم الأساتذة؟ والله شو بدي أقول لك، في واحد بقولوا له محمود الجمزاوي كان على الأول يكري، والله إن الله يرحمه إذا هو ميت أو طيب. تعرضت لهجمات من العصابات الصهيونية؟ طبعا. احكينا احكينا. الكبانية كانت في جنبنا. وكانوا، ما هو مين اللي كان يهجمنا يا ابني؟ بريطانيا.
هم إسرائيل بكوا يهاجمونا، تكب السيارة والدبابة ماشية تتتتتت، وإحنا شو معنا؟ بكى يكب مع الواحد برودة يمكن تطلع في صدره البرودة. وكانوا لما يسمعوا أهل البلد الطخ يجوا شاردي، شو بدهم نسوي؟ واللي ما يقدرش يشرد يظل في البلد. هذا مناوشات كانت تصير في مناوشات بينك وبين الصهاينة أو عصابات؟ ولا كيف بكنا بكوا يهجموا على الكوبانية وبعدين يصير تكون بينهم. الجيش البريطاني ما هو معروف كل العالم عرفته كان مع الإسرائيل كلياته، هو حماية إليهم ولحد الآن حماية إليهم. سهل الناس كانت تجيب سلاح؟ سلاح كانوا يشتروا مشترى، كانت البرودة بمية ليرة وفي مع الناس مية ليرة، يكبأ حوالي 10 برودات في البلد هاي اللي كان يشتركوا فيها الناس. بقول يشتركوا الناس فيها ويطلعوا حراسات. طب انتوا عرفتوا، انتوا في البلد عرفتوا انه نحكي اليهود كانوا بدهم يفرغوا البلاد من اصحابها؟ طب احنا عارفين بقول اليهود يطلعوا ويكبوا في الشرون بيننا، يكبوا معاهم عصي ويكبوا يتدربوا كأن بنادق معاهم يتدربوا على العصي. يعني هذا لما هذا بالتأكيد يتدرب معناته هذا بده يحاربنا. طب في ناس كانوا يعني منظمين هذا الأمر، يعني مثلا إذا أجوا اليهود والله خلينا نطلع فزعة نصدهم مثلا، كان فينا هيك ترتيب؟ لا ما كانش حدا يطلع إلا لما هجموا علينا. مراحل احتلال القرية، لما احتلوا القرية اليهود بقيت أنت موجود؟ طبعا أنا لما احكينا. احتلوا أجوا وصاروا يطخوا على البلد والبلد صارت تطخ عليهم وبعدين غلبوا، لأن هو البرودة شو بدها تساوي؟ وأجينا طافشين ولا أخذنا معانا حاجة ولا ما يحزنون وظلينا طالعين ونقول بكرة بنرجع بعدها بنرجع وراحت كلها برجع بنرجع، هاي كلهم ماتوا ما رجعوش. تتذكر أي شهر كان الهجوم على البلد؟ والله ما بعرف في أي شهر. في الحصيدة، في الشتاء، في الصيف؟ في الصيف كانت صيف. We'll be right back.